لحد الشهر، ولا انا كنت فاهماه، بحاول افهمه، ومجرد ما لقيت نفسي فهمت فيه قلت لا مش ولا بد، انت لازم تعملي عنه. انا معتقده زي ما هو كان مشكله ليا في الكليه هو اكيد هيبقى مشكله عند الناس، ودايما بيسمعوا الموضوع او بيسمعوا الافكار العليا كده او المقولات الكبرى بس مش بيعرفوا الموضوع. النهارده هنتكلم عن عمنا ماركس. What's that you're reading? Karl Marx. Surely you're not a communist. Do I have to be a communist to read Karl Marx? Rupert, that's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you? Nothing. Nothing? خليني أقول إن ماركس ده كان تقريبا طول الجامعة، اتخرجت من الجامعة وكنت دايما أقرأ له وأسمع محاضرات، والحقيقة كان دايما مبقاش عارفه اخد الزبد بتاعت افكار ماركس، كان بيبقى دايما عارفه الافكار اللي هي المشهوره يا عمال العالم اتحدوا، شايف ان الدين افيون الشعوب، بس ما كنتش بعرف الجوهر ولا الافكار بشكل مفصل عن عن ماركس او الماركسيه. طبعا احنا نتكلم في اطار اقتصاد، وطبعا في اطار الاقتصاد بيتكلموا شويه عن ماركس مش في اطار الصراع الطبقي ولا كده، بيتكلموا عليه في اطار فقد القيمه واطار الراسماليه، وده عاد بنرجع له. خليه دلوقتي نتكلم، بس كان ستيل كان من الكونسبت الاقتصادي مش الكونسبت السياسي، وانا كنت هنا يعني بفهمه شويه في الاقتصاد بس ما كنتش فاهمه يعني ليه مثلا بتوع السياسه ممكن يدرسوا ماركس، الا دخلت محاضرات الماجستير وكان في قاعده بدات افهم شويه. جيت بقى في نفس السمستر خدت حاجة عن ماركس برضو، ودي كانت في إطار كتاب بالبوليتيكال ايديولوجيز بتاعت أندرو هيود. عدم الفهم لماركس ده لازم يقف ولازم يتوقف ولازم تفهميه، يعني ما هو انت عمالة تاخدي محاضرتين وبتاخدي في مادتين ماركس فلازم تبدأي تفهميه بقى. جيت في سمستر تاني خدت بقى حاجة عن الاشتراكية صرف كده والماركسية، وهو بس المحاضرات كلها الاشتراكية والماركسية، فقلت يعني خلاص بقى يعني استعملي الماده اللي انت خدتيها في الترم الاول عشان تاخديها في الترم الثاني، حاولي كده اللي هو تشغلي العقل ده. وبصراحه يعني انا كنت دايما معتبره ان ماركس ده ما بيفهموش الا الناس الكبيره بقى، الناس لما تكبر. انا قلت يا بنتي انت خلاص كبرتي، انت لازم تفهمي بقى، يعني تقعدي كده على ماركس ده وتقرايه. اللي اكتشفته ان احنا دايما بنسمع عن ماركس بس مش بنقرا لماركس، وطبعا ده في كل حاجه، يعني كل حاجه. ده مش معناه طبعا ان انتوا تاخدوا كتاب الكتاب الانجيل بتاع ماركس وتقعدوا تقراوه، لا، بس ستيل يعني دي حاولت افهم بيها. طب انا ليه دايما بسمع ماركس بس انا كنت طول عمري مش عارفه بالظبط كده؟ لان احنا كنا بنسمع المحاضرات او كنا مثلا بنسمع الافكار بس والنقاشات بس مش بنقرا الفكر بتاع المفكر نفسه. بدأت بقى شوية أفهم من هو ماركس، علشان كده النهاردة بعد المقدمة الطويلة جدا دي، بس لازم هتتعمل عشان هي تبقى سلسلة في الأفكار، وأنا دي خطوة يعني شربت يعني إيه بريل كده. خليني أقول النهاردة الموضوع يمشي إزاي. عايزين نتكلم أول حاجة مين هو ماركس وإيه هي أهم أفكاره وإيه جوانب الأفكار دي، اقتصادية سياسية، و طبقت ولا لا الافكار دي، وايه النقد اللي وجه للافكار دي. هو مين؟ عشان يعني خلينا كده في اي قاعده لما يجي يتكلم عن اي مفكر لازم نقول واحد المفكر ده عاش فين، سواء كمكان او سواء كزمن. ماركس يعتبر من، هو طبعا الناس ممكن تعتقد ان هو كان لاسره فقيره بسبب ان هو دايما بينصر يعني الفئات المهمشه والفقيره، بس لا، ماركس يا جماعه كان رجل ثري جدا، او ممكن نقول العائله بتاعته كانت ثريه جدا، والده كان محامي ثري، وكمان كان يعني جده كان نفس الامر، وهما كانوا في الاساس يهود، بس بسبب المعاداه الساميه اللي بيقال عنها ان هي كانت بتحصل في اوروبا في القرن ال 19، فاهل ماركس تحولوا للمسيحيه، لكن هما اساسهم يهودي، بس هما خافوا ان هما يفقدوا الامتيازات بتاعتهم، عشان هما دايما يعني شفوا صليبيين يعني تخلوا عن الدين بتاعهم علشان يبقوا مسيحيين، لأجل انهم يتجنبوا اي مثلا تعرض ليهم بالإيذاء بسبب الديانة اليهودية.
لان طبعا كان بيحصل تعذيب ضدهم، مش حد بيحبهم في وقت القرن 19. وبعد هو لما اهله بقى انتقلوا بعد كده لانجلترا، هو عاش معاهم وكان بيعتبر بمثابه المنفى بتاعهم. هو بعد كده كان عايز يدرس الاقتصاد السياسي، وكان عايز مهتم بيه يعني، بس هو الاول يعني بيشتغل في صحيفه في انجلترا، وبعد كده الصحيفه ديت اقفلت واقفلت سياسيا يعني. فهو سافر فرنسا ودرس الاقتصاد السياسي هناك، ودرس الاقتصاد السياسي في محاضرات في فرنسا. ممكن نقول ان ماركس يعني كان متاثر بمجموعه افكار كبرى يعني او عليا، وكان هم بمثابه ممكن نقول المحرك بتاعه. بعد كده يعني احنا عشان نفهم بس الاطار بتاعه، هو كان متاثر بالفلاسفه الانجليز بتوع الاقتصاد، وتاثر بالفلسفه الالمانيه الهيجليه. ومش عايزه نفتح موضوع مين هيجل ده، عشان ده برضو موضوع تاني، هي نظريه تانيه واسعه. بس احنا هنيجي في الجزء الفلسفي بتاع ماركس ونتكلم بسرعه عن فكره الهيجليه والديالكتيك. ويعتبر يعني هو كان استاذه الروحي يعني هيجل، بس هو بعد كده يعني ما تخسش افكار هيجل وطبقها بنفس الطريقه، لكن هو حاول ان هو يحط عليها وجهه النظر بتاعته، بس كان الكور افكار هيجل. ضمن اللي اتاثر بيها او اللي كانت دايما بتحرك او المحرك لافكاره الثوره الفرنسيه، وبقى افكارها مجنونه بالمساواه وبالحريه، وافكارها يعني المساواه ما بين جميع الناس، والافكار الاشتراكيه اللي كانت فيها. العمر اللي بعد كده كمل مسيرته، واللي اساسا كان وفي لي اشد الوفاء حتى بعد وفاته، وحاول ان هو يحط افكار موضع التنفيذ عمنا انجلز. وانجلز ده يعني هو اللي ممكن نقول خد بعد كده الماركسيه او الاشتراكيه بشكل مؤسسي، بس احنا مش عندنا كلام النهارده عن انجلز نهائيا. لما نيجي نتكلم عن ماركس بنقول ان ماركس ده بيتبع الماركسيه، يعني بتتبع الفكر الاشتراكي. والفكر الاشتراكي عموما هو مش توجه واحد، ولا هو موجه واحده، ولا هو افكار واحده، لكن الاشتراكيه دي فيها اشتراكيه بتسمى اشتراكيه علميه او منطقيه، وفيها اشتراكيه مثاليه، وفيها اشتراكيه ثوريه. ماركس يعتبر من الناس اللي هي بتتكلم في الاشتراكيه العلميه المنطقيه، هم بيعتبروا ان ناس تانية بتتكلم بالمثاليه، هو كان بينتقدهم لان هم مش بيحطوا افكارهم موضع التطبيق. وخلينا نقول حاجه هنا، الناس ممكن تكون بتخلط ما بين الماركسيه والاشتراكيه. هي الماركسيه جايه بتتكلم عن الافكار الاشتراكيه، بس الماركسيه مش هي الاشتراكيه. وكمان حاجه تانية، الاشتراكيه هي اوسع نطاقا واقدم من الماركسيه، يعني هو مش ماركس اللي اخترع الاشتراكيه، هي اساسا الاشتراكيه كانت موجوده وكان في مفكرين اشتراكيين قبل ماركس، بس هو ماركس هو اللي اتشهر ما بين كل المفكرين الاشتراكيين. وده بسبب ان هو كان حاول يخلي افكاره اصولا يعني لفئات متعدده، وحاول يبسطها. يعني افكار ماركس اللي بتتكتب دي الافكار المبسطه. فهو كان تعالوا بقى نتكلم عن ايه هي جوانب افكار ماركس. اول حاجه، احنا في جانب فلسفي في افكار ماركس دي، والجانب الفلسفي ده بيرجع للاستاذ هيجل الفيلسوف الالماني هيجل. هيجل ده كان بيتكلم عن حاجه اسمها الديالكتيك، والديالكتيك ديت اللي هي الجدليه. الديالكتيك تحس كلمه مهمه. فالجدليه دي كانت بتتكلم ان في حاجه اسمها يعني كل حاجه في التاريخ ليها عكسها، يعني الشيء ليه ضده. عشان نطبقها على افكار ماركس تحديدا، هو بيقول ان كل شيء ليه ضده او اللي بيصارعه، وفي حاجه اسمها نفي النفي، يعني الشيء المنفي بينفي الشيء التاني. ايه هو الكلام ده؟ لا ناخدها احسن بمثال. هو ماركس كان بيتكلم هنا ان البرجوازيه او الراسماليه او الطبقات الغنيه لما جت سكنت المدن او سكنت يعني العواصم، هي خلت ليها ناس تخدمها، والناس دي كانت هي العمال. فهم حطوا بجنبهم السبب اللي هينفيهم او هينهيهم او هيكونوا سبب في الصراع معاهم. ففي الاساس الموجود في الاساس هم الطبقه البرجوازيه، بس هم بسبب ان هم مش فاهمين او بسبب ان هم بيتجاهلوا كده، هم هيحطوا جنبهم العمال عشان يخدموهم او عشان يعني هم الطبقه البرجوازيه استغلها. بس هو في الاخر هيحصل بينهم صراع، والصراع ده هيكون هينفي او هينهي البرجوازيه. فهو ده اللي معناها في الديالكتيك، اللي هي وحده الاضداد وصراعها، يعني الشيء وضده وبيصارعوا، والصراع ضد بعض دولت في الاخر هينهي البرجوازيه. هو بيعتبر ان ده حتمي لازم يحصل. طبعا يعني احنا هننتقد بعد كده الكلام ده، وهنقول ان ليه مفيش حاجه حتميه، يعني احنا كلنا عارفين ان احنا بشر ومفيش حاجه
مطلقه كده في تيجي الجوانب التاريخيه، وزي ما احنا قلنا ان التاريخ عند ماركس حتمي، يعني هو تتابعي كده، كل مرحله فيهم بتؤدي لمرحله تانية. فهو ماركس عنده ان العالم الاول او الحياه دي كانت عباره عن عالم شيوعي، كل الناس عايشه مع بعضها، كل الحيوانات مع البشر، مع الارض، كله عايش مع كله، وما فيش فواصل، وما فيش حد مثلا كان بياخد ملك معين والتاني لا، كان كل العالم مشاع، يعني كله بياخد كله براحته، وما كانش فيه حدود لكده. تمام، المرحله دي عشان تنتهي او عشان يعني تقل، طلع اقطاعيين، والاقطاعيين دول انهوا الشيوعيه، واصبح ان في اقطاع، فبقى في ناس هي اللي عندها ثروه او ملكيه، وبقى في ناس هي اللي شغاله عند الاقطاعيين. دي المرحله الثانيه في التاريخ. هو بيعتبر بقى في مرحله ثالثه، واللي هي جت علشان تنهي الاقطاع، لان الشيء حتم، التاريخ حتم، في مرحله بتنهي المرحله اللي قبلها. دي بقى مين؟ جه البرجوازيه او الراسماليه، اللي هي جت في القرن ال 16، يعني لو احنا بنقربها يعني عن تاريخ تاريخ الثورات العلميه او تاريخ الثوره الصناعيه او تاريخ صعود الراسماليه في التاريخ، هو في القرن ال 16. هو بيعتبر ان الراسماليه او البرجوازيه لما جت قضت على الاقطاع وسيطرت هي على العالم بسبب الثوره الصناعيه او التكنولوجيا الجديده، بدل تكنولوجيا الارض او هيمنه الفلاحين. جه بعد كده بقى في مرحله دي المرحله اللي احنا فيها، اللي هي هيمنه البرجوازيه او هيمنه الطبقه الراسماليه. علشان نخلص بقى من المرحله دي، لازم هيكون في مرحله اشتراكيه. المرحله الاشتراكيه ديت هي اللي هتكون يعني هنرجع فيها بقى، هيكون في حاله في المرحله دي اسمها ديكتاتوريه البروليتاريا. الكلمه ديت 15 مره ممكن اقولها، ولازم اقعد اقول يعني اقعد اقولها على مراحل، مع اني بقولها طول النهار، بس ما علينا. فهتكون في حاجه اسمها ديكتاتوريه البروليتاريا، وديت لما تسقط هيجي العمال، اللي هو يعني دي بقى المرحله اللي بيقول فيها بقى يعني العمال يعملوا ثوره، وبيقول لهم بقى يا عمال العالم اتحدوا. هي دي بقى الشعار جاي من المرحله دي، فيقول لهم يا عمال العالم اتحدوا، وهم هيتحدوا. بس طبعا مش اي عمال، هو ماركس مش بيكلم اي عمال هنا، هو بيكلم العمال اللي هم بتوع صفوه العمال، اللي هي العمال المتعلمين، العمال اللي في المصانع المدن، العمال اللي عندهم قدر من المعرفه، العمال اللي هم بيعرفوا يجمعوا نفسهم ويعني يتحاوروا مع بعضهم، وفي لغه ما بينهم، مش اي برضه عمال، عشان يكونوا قادرين ان هم يتحكموا في بقيه الجمهور. وده برضو ستيل مش مشاع، عكس ما هو مثلا بيتكلم، ستيل في جانب ايه قيادي. اول ما يحصل بقى الاشتراكيه ديت، هو هيكون في ديكتاتوريه البروليتاريا زي ما احنا قلنا، وديكتاتوريه البروليتاريا العمال. ديكتاتوريه العمال دي هتكون في الشكل، مثلا ساعات تقوم ثوره فيقول لك ده احنا في وقت ثوره، فمش لازم تدقق قوي، فساعتها برضو نفس الكلام كده، هو بيقول لهم يعني ده هتكون ديكتاتوريه العمال لاجل ان هم يقضوا على البرجوازيه والراسماليه وقوتها. تمام، وليه عيد مش هتنتهي تماما، هيتبقى منها شويه، لكن هي مش هتكون متحكمه في اي حاجه، ولان ده لاجل لان الناس لما بتنتهي مش بتنتهي تماما، بس هو بيقول لازم بيحصل ديكتاتوريه علشان لاجل الوصول بقى للمرحله الاخيره، ولاجل اسقاط البرجوازيه. المرحلة الأخيرة دي اللي هي الوصول للإيه؟ للشيوعية. الشيوعية دي بقى اللي هي المرحلة الأولى خالص. يعني نتكلم هنا، هو لما يعني في إيه الفرق ما بين الاشتراكية والفرق ما بين الشيوعية؟ هل في فرق ولا هما واحد؟ لأن إحنا ممكن الناس تتكلم مرة تتكلم، إحنا في العموم في الحياة بنقول لك ده الفكر الشيوعي، الفكر الاشتراكي، هل هما واحد؟ من الكلام واضح إن هما مش واحد، لأن إحنا في مرحلة عندنا اشتراكية، وبعد كده بنروح بقى المرحلة الأخيرة الشيوعية. طب إيه هي بقى المرحلة الاشتراكية؟ انت في المرحله الاشتراكيه انت بتدي كل واحد على حسب يعني عمله، وعلى حسب يعني على حسب ما بتعمل، فانت بتعمل ايه انت هتاخد الحاجه دي. لكن في مرحله الشيوعيه كل واحد على حسب حاجته. بمعنى ايه برضه عشان نوضح الكلام بشكل كده، مش اللي هو المصطلحات اللي احنا بس بنقرا في الكتاب او بنقرا في الدراسه، كل واحد على حسب حاجته، يعني اي حد عايز اي حاجه هياخدها. تمام، مش شرط ان هو يكون بيشتغل، لكن في مرحله الاشتراكيه لا، الناس كلها بتشتغل، واللي بيشتغلوا بياخدوا. لكن هو طبعا ماركس بيقول في الرأسمالية لا، في الرأسمالية الناس بتشتغل، وفي فئة بتاخد العائد بتاع الشغل ده بشكل اكبر. يعني مثلا السي او اوز مثلا بتاريخنا مثلا او في وقتنا ده، السي او اوز مثلا هم اللي بياخدوا الربح والفائض والمكسب، والناس اللي بتشتغل عندهم كموظفين، احنا الموظفين الغلابة، احنا اللي بناخد الايه الاقل ربح، مش بناخد ربح اساسا، احنا بس يعني بيضيع وقتنا وصحتنا وبيضيع، وبناخد بس شوية ملاليم، فاحنا الموظفين الغلابة. ده فرق الرأسمالية اللي هو ماركس رافضها تماما. لكن هو بقى بيقول لهم في الاشتراكية لا، كل الناس هتاخد ايه على
قد ما تشتغل هتاخد، انت بتشتغل مثلا ساعه فهتاخد الايه ما يوازي او ما يعادل الساعه. في الشيوعيه بقى بيقول لهم لا، اللي يشتغل او ما يشتغلش كله بياخد بس على حسب حاجتك. انت مثلا اسره عندك 15 فرد، فالاسره ديت على حسب حاجتها هتاخد المقدار اللي هي عايزاه. انت فرد واحد بس هتاخد على حسب المقدار بتاعك ده، تمام؟ فدي في مرحله الشيوعيه. طبعا ممكن كلنا نقول يعني ده كلام مش منطقي ونقعد ننتقد، بس انا خلينا في النقد، بس خليكم برضه فاكرين واحنا وانا بتكلم كده انتوا مستوعبين ان ده النقد اللي ممكن يوجه لماركس. اتكلمت عن الجوانب التاريخيه والجوانب الفلسفيه، عايزين بقى نتكلم عن الجوانب الاقتصاديه، وتعتبر يعني اهم العوامل ونعتبر اللي هي الافكار اللي هي مشهوره هي عن افكار ماركس هي والجوانب السياسيه. الاقتصاد هو عايز يصلح العالم، او هو بيتكلم العمال اسباب بسبب الاقتصاد. هو ماركس شايف ان في سي او، طبعا يعني هو مش وقتها سي او، بس احنا بنتكلم بتاريخ النهارده، في سي او، والسي او ده هو اللي بيشغل عنده مثلا 1000 عامل. هو ال 1000 عامل دول كلهم ممكن ما يكونوش مثلا بياخدوا ربع القيمه اللي بتطلع له من مثلا المصنع ده. فالسي او ده مثلا عنده مصنع او عنده شركه كبيره، مشغل عنده عدد مهول من العمال، وكل عامل من العمال دي مش بياخد ما يساوي قيمه العمل اللي بيعمله. فانت مثلا ممكن تكون بنشتغل مثلا موظفين 8 ساعات، فاحنا الاجر اللي بناخده او الفلوس اللي بناخدها لا تساوي الربح اللي بيطلع لصاحب العمل في النهايه. فمثلا صاحب العمل مثلا لو بياخد 100 جنيه، هو بيدي العمال منها مثلا حوالي 10 جنيه كل اللي عنده، والباقي كله من قيمه العمل هو، او باقي الربح كله هو اللي بياخده. اتمنى تكونوا فهمتوا كده الجزء ده، عشان الجزء ده اتفهم بعد مراحل. هو هو طويل في فكر ماركس، بس هي الجملتين دول بيقولوا كل حاجه، اللي هي فكره فائض القيمه مش بياخده العمال، وان رئيس العمل او البرجوازي هو اللي بياخد كل المكسب. وبسبب الحاله دي بقى، الحاله بتاعت ان حصل عند العامل حاجه اسمها اغتراب، اغتراب ما بين العمل وما بين نفسه، تمام؟ ايه بقى الاغتراب ده؟ هو الاغتراب ده اصلا دي فكره جايه من مفكر تاني، بس هو يعني تاثر بيها وقالها. وايه بمعنى الاغتراب؟ ان هو بيشعر ان العمل اللي بيعمله ده هو مش بينتمي ليه، لان هو مش بياخد القيمه اللي بتساوي عرقه ولا جهده ولا تعبه، تمام؟ الناس اللي ما عملتش لايكات ولا عملت كومنتات ولا قالت لي ايه رايها في الفيديو، ولا ايه ولا ايه اللي هي فهمته لحد دلوقتي من الفيديو، انتوا مش بتدوني تعبي من جهد الفيديوهات دي، تمام؟ حاسه كنت سي او اس دلوقتي اللي بتتحكموا فيا، ماشي. تمام. هو بيتكلم هنا بقى الحاله دي بتؤدي لاختراق ما بين صاحب العمل وما بين العمال، وعلشان كده مش بيشعروا ان العمل ده هم بينتموا ليه، اللي هي الحاله بتسمى يعني الالينيشن دي. خلينا نقول بس المصطلح هو حطها في اطار كلمه الاغتراب. وطبعا اي حد عايز توسع بعد كده في حاجه وعايز يتوسع في موضوع الديالكتيك او الاغتراب او كده يقول لي، علشان الحاجات دي كلها بقرا فيها. الناس اللي هتقول لي طب انت مشغله ديت ماسكه دي ليه؟ جماعه انا طافيه كل حاجه علشان الصوت يطلع كويس، عشان الناس اللي بتقول لي الصوت مش كويس المره دي بقى اعتقد لا، انا طافيه كل حاجه وجايبين مايكات جديده، فيعني الصوت كده متحسن صح ولا ايه؟ قولوا لي عشان بجد انا عايزه اعرف، عشان يعني احس ان الصرف اصلا. نتكلم عن الجوانب السياسيه، تمام؟ في الموضوع ده شويه. على فكره الجوانب السياسيه بتشمل كل اللي فات ده، يعني هي جايه من الافكار الفلسفيه والجوانب الفلسفيه، وجايه من الجوانب الجوانب السياسي بتاع الافكار. هنا بيتكلم عن فكره الصراع الطبقي او صراع الطبقات وثوره البروليتاريا. الطبقات ده هو حتمي وهيحصل ما بين طبقتين، العمال والراسماليه. فهو هيحصل حتمي، يعني هيحصل يعني زي ما ماركس كده قال في الجوانب التاريخيه 1 2 3 4، ده شيء حتمي هيحصل ما بين الطبقات وبعض. وتاني حاجه ان هو يحصل ما بين طبقتين، الراسماليه والعمال. البروليتاريا ديت هتكون في شكل ان العمال هينجحوا ان هم يقضوا على الطبقه الراسماليه ويمسكوا هم زمام الحكم في الدول، ان هم يعملوا مجموعه اساليب ديكتاتوريه، ان هي مرحله ثوريه، تمام؟ وبعد كده يلجأوا ان احنا نوصل ديكتاتوريه البروليتاريا دي علشان يواجهوا بيها ديكتاتوريه البرجوازيه، او عشان يواجهوا بيها
اللي بتعمله البرجوازيه عشان تفضل باقيه اكبر وقت ممكن. هو ماركس كان شايف ان البرجوازيه بتعتمد على وسيلتين. هقول لكم الوسيلتين دول ايه. احنا كلنا دلوقتي يعتبر عايشين مش في نظام مثلا قبل كده. ايام زمان الناس كانت عايشه ما فيش حدود، ما فيش حاجه اسمها الدوله القوميه او كده، عشان يعني الناس اللي مش عارفه يعني هو ماركس بيقصد الدوله القوميه او النيشن ستيت، وده نظام اتعمل يعني على يعني الدول اللي احنا عايشين فيها والحدود اللي احنا عايشين فيها ديت. يعني دي مش حدود بقى لها يعني قرون، ده دي حدود يعني انشئت حديثا يعني، وبالذات في منطقتنا العربيه كمان. الحدود اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي ما كانتش موجوده قبل كده، بس هي بسبب ان كل دوله او بسبب ان الماركسيه الراسماليه او البرجوازيه عايز تعمل فكره الحدود ديت. وعايز تعملها ليه؟ عايز تعملها علشان تعرف ان هي تتحكم في الناس. وتتحكم في الناس ازاي؟ تتحكم في مشاعرهم، تتحكم في فهمهم، تتحكم في اقوالهم. فمثلا تطلع حاجه مثلا اسمها المواطنه مثلا، ان هي بتقول يعني على رأي عمنا ماركس ده ان هو يعني بتخليهم عايشين، بتوهمهم ان هم دي كده دولتهم وان دي هي الطبيعي ان هم عايشين في دولة قومية، لكن هي بتعيشهم في حاجة من حالة من الدولة القومية لأجل فقط ان هي تسيطر عليهم وتفضل بمزيد من استغلالهم في إطار الحدود دي اللي هي أنشأتها برضو اللي زي ما ماركس شايف البرجوازية أو الرأسمالية لأجل ان هي تسيطر عليهم. تمام. تاني حاجة تسيطر عليهم بيها ان هي بتسيطر عليهم بالدين. وهنا بقى جينا المقولة المشهورة اللي كلنا عارفينها واللي احنا كلنا عارفينها عن ماركس، بس احنا مش عارفين ماركس طبعا. شكرا ليا طبعا يا جماعة، اشكروني يعني. فهيجي بقى ماركس هنا هيتكلم عن المقولة بتاعته اللي هي الشهيرة ان الدين افيون الشعوب. دي بقى جاية من هنا، الدين افيون الشعوب، ان اي حاكم او بالذات الرأسمالية. طبعا انا مش عارفه يعني هو الرأسماليه اساسا يعني هي قامت على انقاض الدين اساسا، يعني هي قامت بشكل اساسي ان هي بتناقض الدين وقامت على العلمانيه. بس ماشي تمام، يعني احنا هنتكلم على قوله عمنا ماركس. ماركس بيقول ان الرأسماليه علشان تنجح هتحاول تسيطر على الناس من خلال افكار الدين، وعلشان تخليهم او توهمهم او تسيطر على مشاعرهم او عاطفهم او تسيطر عليهم اكبر قدر ممكن، هتفضل ايه متحكمه فيهم من خلال الدين وباساليب دينيه مختلفه. فكل حاكم طبعا، هو ده جزء شويه ليه مرتبط برضو بكلام ميكافيلي، بس ميكافيلي كان بيقولها بطريقه ثانيه. وميكافيلي بيقول استخدم الدين، هنا بقى ماركس بيقول لا، ده هو الحكام بيستخدموا البرجوازيين بيستخدموا الدين عشان يهيمنوا بيه على الناس. فهو هو بقى في الدوله بتاعته هيقول ان مفيش حاجه اسمها الدين، لان الدين ده اختراع، والدين بيخترع علشان يسيطر بيه على الناس. تمام. كان يثبت او يقضي يعني يقضي او ينهي المشاعر اللي عند العمال او عند الناس عموما، عشان تخليها دايما مستكنه وخاضعه تحت اسم الدين. طبعا كل ده كلام ماركس منه لله. في المرحله دي او في حاله الجوانب السياسيه دي هي اللي ماركس بيتكلم فيها ان البرجوازيه، او دي اصلا جايه من الفكره الفلسفيه برضو بتاعت ان النفي ان البرجوازيه نفسها بتحمل في نفسها جوانب فنائها. فهي حاطه معاها العمال اللي هم هيقوموا على بثوره عليها في يوم ما، والثوره ديت هتنهي البرجوازيه. فهو هنا بيتكلم على فكره الثوره اللي هي هتفنى من بسبب البرجوازيه نفسها، بسبب ان هي ما كانش عندها الفهم الكافي ان العمال دول هيقوموا بثوره عليها ويقضوا عليها. فين بقى ننقد فكر ماركس؟ يعتبر انا قطته في كل جزء يعني اتكلمنا فيه، بس او انتوا يعني ممكن تقولوا انتوا بتسمعوا عندكم وشغال وشغلنا كده الحس النقدي ونقدنا. بس افكار ماركس ديت اول عندها مشكلات كتيره. اول مشكله فيهم ان هي لما جت اتطبقت، هو اولا حط افكار شويه في شكل علمي اكتر منه ان هو يعني التسلسل ليها المنطقي تحس ان هي منطقيه، بس هو لما جينا مثلا احنا نتكلم بيئه الافكار دي ما اتطبقتش. ويوم ما اتطبقت فين؟ اتطبقت في الاتحاد السوفيتي مع من ستالين، اللي تعتبر كان أسوأ نماذج الحكم في التاريخ وأكثر أنظمة الحكم اضطهادا، ويعني ما حدش كان يتمنى لألد أعدائه يعني إن شكل أفكاره تطبق في الشكل اللي هو الستاليني أو الشكل ثورة الحمر ما بعد 1918. فاستل الثورة لما يعني تمت في الاتحاد السوفيتي، هي تمت بس هي أساسا ما كانتش أفضل تطبيق لشكل أفكار الماركسية، فهي ضرت الأفكار الماركسية. جزء تاني برضو له علاقه بان هو بيتكلم يعني ان كل مرحله بتنفي المرحله اللي بعدها.
يعني نفي النفي، يعني الشيوعية الإقطاع بينفيها البرجوازية، البرجوازية بتنفيها الاشتراكية، الاشتراكية بينفيها الشيوعية. طب ما هو مش انت قلت ان النفي ده حتمي وكل مرحلة بتنفي اللي بعديها، وانت بتقول مرحلة ان هي الشيوعية، ما هو لازم يكون برضو الشيوعية ده ما هو حتمي، دي حاجة تالية بتنفيها. الناس مش هتستنى طول عمرها في الشيوعية، فلازم تكون في حاجة بتنفي المرحلة الأخيرة. هو برضو ما اتكلمش على كده. كمان الأفكار بتاعته يعني كانت مجرد أفكار، فما طبقتش في المؤسسات وقت ما كان موجود، ودي بقى اللي حاول يعملها بقى إنجلز بعديه. أول ما مات حاول يخلي الأفكار دي في شكل مؤسسي وفي شكل، فيعتبر هو الجانب التأسيسي لأفكار ماركس. طبعا في بقى جانب انتقاد ليه علاقة بالدين، احنا مسلمين فاحنا مش شايفين ان الدين يكون افيون. الدين دوت هو ممكن يستخدم من جانب سلطه معينه، لكن هو مش افيون الشعوب. يعني هو الدين ده افكار وانا اقعد انتقدها وكده، ده دوت دين كل واحد بيؤمن بيه، خارج بقى ان انت تكون بتنتقد الايه السياسه. تمام. حتى انت لو نفيت، يعني ده انا بفكر فيه دلوقتي، حتى انت لو نفيت حد معين انت مش هتقدر تنفيه تماما، فهو استيل كل نفي مش بينهي تماما على اللي قبله. الآن أفكار ماركس تعتبر ما طبقتش، حتى الماركسيين نفسهم في أعتى الماركسيين في العالم اللي كانوا ماركسيين في كل الدول اللي هم في أوروبا أساسا، يعتبروا تخلوا عن الماركسية، بل بقى فيها حاليا حاجة بتسمى اسمها الماركسية الاشتراكية الرأسمالية. طبعا احنا عارفين ان الاشتراكية عكس الرأسمالية بمنطق ماركس. ازاي بقى الاشتراكية الرأسمالية نحطها مع بعض؟ دي بقى المفكرين اللي هم عايشين حاليا في ألمانيا وعايشين في أمريكا اللي بيحاولوا، هم اشتراكيين بس هم عايزين يتعايشوا، فهم بقى اشتراكيين رأسماليين. فهو عكس العكس بس ستيل ايه، هم حاليا اشتراكيين رأسماليين. وطبعا هما الاثنين عكس بعض. طب انتوا ازاي بقيتوا كده؟ عارف انتوا عاملين زي ايه مثلا؟ ما نقولوا اسلامي اشتراكي، ما هو دوت ده يعني اشتراكي وماركسي، ماركسي يعني مش ديني. طب انت دخلت ازاي مع اسلامي؟ هي حاجات كده داخله في بعضها ما تتفهمش. فهو نفس الكلام دلوقتي، في حاجه اسمها اشتراكيين رأسماليين. عايزه بقى اقول لكم حاجه تانية عن ماركس دي، بس ما كانتش في المصدر اللي انا بقراه وبشتغل لكم منه دلوقتي ده، وهي ان ماركس يا جماعه كان مؤيد للاستعمار. يعني احنا عارفين الاستعمار اللي حصل في الهند واللي حصل في دولنا العربيه واللي حصل في الشرق الاوسط عموما واللي حصل حوالين العالم. ماركس كان النظره البيضاويه العنصريه الفوقيه العالميه بتاعتهم دايما، كان مؤيد للاستعمار، بل كان شايف ان الاستعمار ده وسيله ان هو اللي ياخدنا احنا كده كعرب او كمتخلفين من براثن التخلف بتاعنا، لان هم ناس عندهم تكنولوجيا، ناس عندهم تحضر، ناس عندهم فكر، ناس عندهم تطور، اما وناس عندهم ديمقراطيه، ما احنا ناس همجيه، ناس مش متحضره، ناس يعني جانب تفكيري شغال، احنا ناس شغاله بالعواطف، ناس عندنا التخلف في جانب في جوانب الحياه. طبعا احنا بنتكلم على ماركس في القرن 19، والاستعمار لما بدا في يعني ازداد بشده في القرن 19 في المنطقه وفي الهند. فهو كان شايف ان الاستعمار اللي كان بيحصل في الهند وكميه الثورات والاحداث اللي كانت، يعني ان الدول الاوروبيه تروح تستعمر، ده في صالح الناس الدول اللي بتستعمر اللي هو احنا، علشان ده اللي هيؤدي لنهضه هامش شعوب كامله، وشعوب كامله دي بقى مليانه عمال. هو بس بيحب العمال، بس العمال بتوعه هم البيض، العمال بتوع بلده، لكن العمال عندنا في المنطقه او الشعوب المهمشه هنا في المنطقه لا، روحوا احتلوهم عشان هم ما بيفهموش. طب هم او روحوا احتلوهم عشان هم ايه، فلاحين كسالى. طب ما انت كان عندك برضو نفس الكلام، انت بتنقد بيه البرجوازيه، فلا، هو البرجوازيه ساعه ما تيجي هنا في الشرق عندنا يبقى كويسه، لان هي هتاخدنا من براثن التخلف عشان احنا متخلفين، لكن طول ما هي هناك لا، هو عايز الافضل للشعوب هناك، بس يجوا عندنا هنا عشان احنا متخلفين بقى قوي، يجي يعملوا اللي هم عايزينه. يعمل استعمار ده كانت كلها دول برجوازيه راسماليه. طب هو ازاي كان بيقدر راسماليه في الاستعمار بس كان بيقعد يتكلم عليها ويصيح وينيح في عن الراسماليه في الدول هو الغربيه؟ وده لان ده يعلمنا شيء، ان الانسان دايما ابن بلده، وهو لما بيتكلم عموما عن العمال هو مش بيتكلم على عمال العالم، هو بيتكلم على عمال اوروبا مش عمال العالم، وبيتكلم على مصالحه هو او مصالح الناس اللي حواليه، او بيتكلم على افكاره اللي هي بتعمل له يعني صيت، مش بيتكلم عموما على الشعوب عموما بشكل عام. فدي طبعا قاعده لازم نكون احنا عارفينها، محدش بينصر حد بمبدا او بشكل عام. كده انا اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت مين هو ماركس، الفرق ما بين الاشتراكية والماركسية، وأهم جوانب فكر ماركس،
واللي هي الفلسفيه والاقتصاديه والسياسيه والتاريخيه. دي على الفيديو تاني لو انتوا لسه عايزين تفهموها او في نقطه معينه عايزيني افصل فيها اكتر بعد كده. حاسه ان الجانب الفلسفي محتاج يتشرح بعد كده اكتر، اللي هو لان هو الاساس بعد كده بتاع كل الجوانب. اتكلمنا عن نقد الفكر الماركسي ولما اتطبقت ايه اللي حصل. انا اعتمدت طبعا، عايزه اوريكم حاجه، اعتمدت في المصادر دي على الكتاب ده، كتاب الدين بتاع الافكار السياسيه من زمان، كتاب الدكتوره حريه توفيق مجاهد، الفكر السياسي، وفي جزء فصل كبير كامل عن الماركسيه. تمام. هنطلع عن الماركسيه كبير، عن يعني في جزء كامل عن الاشتراكيه، وفي فصل منهم عن ماركس، وبعد كده عن انجلز. فيعني استنوا مجموعه نظريات بعد كده، بس ده عن احمد عبده، عن الليبراليه طبعا. ده كان من ضمن الكتب اللي جبتها الاستاذ ماركس، بس ما قريتهوش، هقراه يعني يوما ما اقراه. لكن انا زي ما قلت لكم كده في المصادر او الماده اللي في دماغي عن الماركسيه جايه من كتاب اندرو هيود بوليتيكال ايديولوجيز، والكتاب ده موجود بي دي اف اونلاين، وموجود باللغه الانجليزيه، وموجود باللغه العربيه المركز القومي، وكتاب الفكر السياسي. خلاص يعني احنا مع الافكار السياسيه والنظريات السياسيه، انا كنت بحضر الماده دي بالعافيه. بنخلص وبنفصل من بعد 5 دقايق تقريبا، الكلام كله نظري، بس حاولت قدر الامكان ان انا اخليها نقاط نقاط نقاط، والناس تكون فهمها في اطار سهل. لان دايما لما حد بيتكلم ايه الديالكتيك الديالكتيك الهيجلي والديالكتيك الماركسي، كان دايما الناس تتكلم كده على اساس بقى ان احنا فاهمين ايه الديالكتيك، فكان دايما بيتكلموا باطار ان الديالكتيك، بس انا مش فاهمه الديالكتيك، او بيتكلموا الصراع الطبقي بس انا مش عارفه الصراع، ومش طب انا مش عارفه طب ما تقولي العمال يا عم. لا انا حاولت اقول لكم كل حاجه عشان لما تيجي تقراوا تبقوا انتوا فاهمين المصطلح او لغه العلم ده بتتقال ازاي، وفي نفس الوقت تكونوا فاهمين اللغه المبسطه عشان تفهموا او تكون وسيله تفهمكم. وانا اساسا بفهم بالطريقه، ساعات لما مش بفهم حاجه في كتاب بقرا في افكار، بروح ابحث عن اليوتيوب عن ماده اقرا فيها الموضوع ده، بس مش ببحث بالعربي، لان انا اكتشفته في النظريات السياسيه مفيش محتوى بالعربي، او فيه بس المحتوى صراحه بيكون بس ساعات بس، فالبس ده بياخد مثلا ممكن يكون مثلا حد بيتكلم عن النظريه الماركسيه وعامل مثلا بس 3 ساعات، طبعا في نص البس بقى ناس بتسلم على بعض وكلام من ده، فانا طبعا اكيد مش هسمع كده. مادة او نظريه بالذات او المواد النظريه ابحثوا بالانجليش، وطبعا بالعربي طبعا على القناه بتاعتي، يعني اكيد يعني اسمعوا الفيديو بتاعي. تمام. قولوا لي بقى انتوا اللي وصلتوا لفين لحد هنا، وايه اكتر حاجه حسيتوها جديده من الفيديو، وايه النظريات اللي محتاجين اتكلم عليها الفتره الجايه دي، عشان انا عندي عطاء للنظريات والتنظير والافكار النظريه وتسهيلها وتفهيمها للناس. واستنوا بقى المحتوى الجديد الكتير اللي جاي بعد كده، اتمنى ان هو يستمر. يلا سلام.